هذا 12 قرن حنا عندنا دولة كانت الحدود ديالها من طنجة لتوبوكتو، ما كتسناوش شي واحد يقول لنا حق الامازيغ او العرب. حنا عمو حنا نسيج اجتماعي الدولة المغربية، حنا دولة وحدة. ما بقاش قول يا الشلح. الياس ملي تكلم في الستريم كان طالع معاه واحد السيد من الامازيغ، هضر معاه تيشكيلو من واحد اخر، ملي نزل قال ليه الياس، قال ليه تتشكيليه واش انا قاضي، وهو يقول هذيك الكلمه. قال واش العشلح، واش حنا غادي نعاقبوا السيد وغادي نسلبوا الحرف اللي هي اغلى ما يملك الانسان وندخلوا في حاله اعتقال؟ راه كاينه طرق قانونيه، كاينه ضمانات الحضور. واش الياس غادي يخوي البلاد؟ واش الياس غيمشي لشي دوله اخرى؟ الياس باقي في جديده وعطل في جديده حتى يرث الله الارض ومن عليها. لذلك احنا كنطالبوا وحنا المتمنيات ديالنا، وحنا الان كنتظروا المداوله بخصوص الصلاح. اما الجلسه راه تحدات، كنتظروا المداوله في المداوله ديال اطلاق الصلاح ولا المتابعه في حاله صلاح. وكنتمناو من السيد الرئيس المحكمة المحترم، وحنا نحترم هذه المؤسسة العريقة هي المحكمة الابتدائية هنا بمدينة الجديدة. لماذا؟ لأنها تنطق الأحكام بالاسم أولا ديال الله سبحانه وتعالى، وكتنطق الأحكام بالاسم ديال سيدنا حفظه الله اللي الساهر والضامن لوحدة وأمن واستقرار الوطن. فكما قلنا إلياس قال واحد الكلمة، ناضوا وحدين أخرين تكبروا وتيضخموا فيها، جاوا جمعية ديال الأمازيغ قدموا واحد الشكايات ديالهم. حنا الامازيغ، شوف حنا امازيغ خوتنا، حنا امازيغ خوتنا، انا امازيغي، انا ريفي، انا من ثلاث بني سيدان جماعه الزغنغان الناظور، انا امازيغي. ما كدرنيش كلمه شلح، قولها تتشبع، لانني عارف شنو كاين واعتز. الا قال الياس شلح شلح فلازم على الامازيغي انه يعتز بالانتماء ديالو للامازيغيه. هذه هو الحقيقه. اما ناضوا وحدين اخرين اللي هما اعداء وحدتنا الترابيه، وانا كنقولها لان اعداد واحداثنا الترابيه وخاصه جبهه البوليساريو اللي كتدخل في بيت الاحداث على انها مغاربه، وهم كيديروا هذه المشاكل هذه وكيدخموا شي امور. الياس حقه غيفرق قال لك ما بين المغاربه وما بين الامازيغ، هادشي راه ما كاينش، هادشي ما كاينش. فلذلك مراعاه الحاله الصحيه، لان الياس اصيب بالغماء داخل اليوم في المحكمه، طاح في المحكمه اصيب بالغماء، السيد مأثر، فهمتيني؟ لذلك كنطالبوا من رئاسة المحكمة والسيد الرئيس المحترم أنه يطلق سراح إلياس المالكي في حالة سراح، ويتحاكم في حالة سراح. والسادة المحامون مشكورين، راه قدموا ضمانات الحضور اللي هي أن إلياس يقيم مع والديه، وهذه ضمانة من ضمانات الحضور. أيضا أن إلياس هو يقيم داخل المنطقة الترابية لهذه المحكمة الموقرة، وهذا أيضا ضمانة من ضمانات الحضور. ثانيا تقدر تكون ضمانة من ضمانات الحضور هي كفالة، وهذا ما يضمنه القانون الجنائي، كفالة معتبرة من طرف تحددها المحكمة الموقرة. وكنتمناو أن الناس الحمد لله كما تشوفوا أبناء مدينة الجديدة النساء، وغنخليكم مع السيدة هذه اللي سيتو فالة. قبل ما ندوزو للسيدة، كيفاش جات أجواء ديال الجلسة؟ شنو معتي شنو تقال شنو هكا؟ أجواء الجلسة كانوا تنازلات، كانت تنازلات في ثلاثة القضايا، منها القضايا ديال الأمازيغ، الأمازيغ قلبهم أبيض رغم تقالات قال هذاك الشيء، ولكن هما سمحوا وجاو. إذ نتفاجأ بوحدين اخرين حتى قربت القضيه، اركان القضيه تنتهي، عاد وحدين اخرين باغي يركبوا على هذه الاحداث هذه. عجيب، اشد فتنه، الناس راه باغيين يديروا فتنه في البلاد. حنا فرقه بين امازيغي، لا فرقه بين عربي، لا فرقه من واحد من الجنوب ولا الشرق ولا الغرب ولا الشمال. حنا مغاربه، حنا مرسيدنا، حنا مرسيدنا محمد السادس حفظه الله والله يشافيه، وحنا معاه. الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة. اللي بغى هادشي كنا تنشوفوا هاد العارات القبلية اللي كتأجج حالة بعد حالة، شناها من مسؤول كبير اللي قال على المغاربة ما مربينش. حنا نوضوا نقولوا له علاش كنت عامل المغاربة ما مربينش؟ أنت تنتمي لواحد العرقية أخرى. حنا عندنا عادي، حنا قلبنا أبيض. واحد قال علينا مضاويخ، علاش ما نضناش؟ حنا قلنا كذا، حنا قلبنا أبيض الحمد لله. علاش غادي نجيو عند إلياس؟ إلياس اللي جاتو واحد الفرصة كشاب
غادي يمشي يمثل المغرب، عيط ليه لاعب برشلونه بيكي مشكور، لاعب بيكي. فلذلك انا كنتمنى من المحكمه الموقره مراعاه الظروف، هاد الظروف ديال هاد الفرصه اللي جات، ما نضيعوش الياس، لان لا تضيع الياس غادي تضيع لولا الظروف، غتضيع زعيم فتاح، غتضيع بزاف، غتضيع الشباب اللي عيط لهم الياس، غيمشيو غيتنقدوا، غيمشيو للطليان غيتنقدوا، غيبانوا غيمثلوا البلاد. راه ماشي غتضيعها الياس، انا كنقولها للرئيس وكنعاود نقولها، راه ما عيديهاش الياس، عيديوها بزاف الشباب. فلذلك كنتمنى من رئاسه المحكمه تمتيع الياس المالكي بالصلاح المؤقت بضمانات الحضور ومحاكمته في حاله صلاح ان شاء الله. ونتمنى ان الياس التنازل ديال واحد اللاعب، واش تقدم تنازل ولا لا؟ شوف كاينين تنازلات الحمد لله، لا لا العناصر ديال القضيه كملات، هذيك الشكايه اللي جات متاخره قانونيا ليس لديها اي صفه قانونيه، لانها جات معطله، لازم انها تفتح لها مسطره اخرى لانها جات معطله. ما بت امام السيد وكيل الملك يوم الاثنين جاو فيه تنازلات ثلاثه، اذا التنازلات كيرفعوا الصفه الجنائيه على الدعوه العموميه وعلى الدعوه المدنيه. وكنتمنى من رئاسه المحكمه الحكم بمؤاخذه الياس المالكي في حاره صلاح ان شاء الله. بالنسبه يعني الناس المعجبين بالياس المالكي المحبين كيسولوا كيف الحاله النفسيه ديالو، زعما واش كيدير حاجه مسكين؟ الياس متاثر بكل صراحه، لانه ما الياس نام متاثر في الستريمات اللي من مور هذاك الشيء، عيامي يقول انا كنت نضحك، عيامي يقول انا ما ناويش ما عنديش قصد، هذا يسكت الصفه المعنويه على التهمه، لانه قال انا ما قصدش، قال انا قلت هذيك يعني عفويه، قلت شل حواش شل عاشر حوادي يعني ماشي